استحياتي، اليوم نديركم لي بيني لي بيني ايطاليان بطريقه سهله ويجيو اكثر من رائعين. نبداو على طريقه الفلاح، واش فيهم؟ فيهم كاس حليب دافي، فيهم زوج مغارف كبار تاع سكر، فيهم مغارف تاع خميره كبيره، فيهم حبه بيض لا ليفر شيميك باكي، قرصة ملح، ربع من كأس تاع الزيت، وهذا طابع دهن الوسيبي اللي بيني. واش نديرو مصفر ولا واش نديرو؟ نخلطو كأس الحليب دافئ، كأس حليب دافئ، نزيدو زوج معالق تاع كبيرة تاع الزيت تاع سكر، ومغيرفة تاع خميرة تاع الخبز، نخلطو هاذي قبل الكمية هاذي، نخلطو هاذي الخليط، نحطو يخمر، من بعد نعاودو نبكيو. دوكا ها ها درنا لها الفرينة حتى تماسكت ولات عجينة، دوكا واش نديرولها؟ نخليوها تخمر، من بعد ما تخمر نعاود نوريها لكم كيفاه نقلي واحد لي بيني كيفاه نديرو لها. تنا نحلوها بالحلال هكذا، هذا الشكل هكذا بالحلال، وناخذو بياس هذو تاع لي نوبي لي صابلي، واللي ما عندهاش شي تاخذ كاس مدور وبوشومبا وتصبي لي بيني تاعها. بعد نحلوهم هكا خواتاتي بهذه الطريقة هكذا، نحلوهم وناخذو بعد ناخذو هكذا بابي كويسون ونقطعوه على شكل كاريات هكا صغار، ونحطوهم فوقهم هكذا، نخليهم هكا الطريقة، ونحطوهم في سنيوة نحطوهم يخمروا لنا المرة الثانية، مرة يخمروا يضعفوا، وبعد نوريكم في القلي. نعم شوفوا خواتاتي هاهم جاتنا كمية وفيرة. شوفوا خواتاتي انا درت لهم هذا ثقبت هما لي بيني ايطالي، هما لي دونات لي والو لي بيني، انا ثقبتهم هكذا بدلت الشكل تاعهم، هما الحقيقة يجيو مغلوقين كامل وتحليهم في الوسط، وانا بدلت لهم الشكل برك. تحبي ما تحليهم شي في الوسط ما تحليهم شي، تحبي تخليهم دائريين وتحليهم في الوسط برك. انا ثقبتهم بدلتهم الشكل برك تاعهم. وحنا ناخذو المقص تاعنا هكا ونقصوهم هكا في الوسط، نحلوهم ونعمروهم بالمعجون، ومن بعد نوريكم في طبق في الطبق. شوفوا خواتاتي ها هم درنا لهم المعجون الداخل، درنا لهم السكر من بيني ايطاليا، هادو وصفة ناجحة 100% وتجي هايلة. ديروا الوصفة كيما قلت لكم وان شاء الله تنجحوا فيها وما تستغناوش عليها، وبشكل جديد بدلنا لهم الشكل، درناهم دائريين هكا تقومي، ولا حبيتوا تخليهم كيما موديل القديم هذاك ماشي تثقبوهمش في الوصفة، ما تثقبوهمش كيما تحبوا. وان شاء الله تعجبكم الوصفة، وان شاء الله ديروا لايك وتفعلوا الجرس، وبقاو على خير.